عندي واسعة اكس اكس ال من الاخر باد بوي بيصلي صحف عمرك هذا 17 عام ودي مغضى بقى راح الوب علاش تخسر لي خاي حتاش كنشوف فيه محمد السادس طبعا رشيد لانجي شكون اللي ما كيعرفوش فخر العرب اللي شرف بالرجل المغربي والشمالي اينما حل وارتحال تكوى من الشماليين انا في الشماليين ماشي بحال هكا ديري خاي رشيد بغيت نقول لك واحد اللعيبه واش نقدر نسقسيك عليه تفضل مرحبا بيان سور انا قشابه واسعه عندي اكس اكس ال شنو تبغي تقول لبنادم اللي كيقول لك نسرطاب علاش نسرطيطاب علاش تعامل بحال هكا الصراحه السؤال هذا ديما كنجاوب عليه رطيطاب لان احنا اصلا طنجه والشمال كاملين احنا عاملين بحال هيدا يعني نقدر نقول لكم الدراري ديال طنجه كاملين بحال رشيد لانجري واذا كذبت يلعنوني في التعاليق يلا خير رشيد لا خيرناك ما بين درت قلبي ولا طنجه بصح كاملين دايرين بحال هكا انت هما في الهضره ديالهم مرتبعين فهمتي شي معترف به دوليا ولكن انت بالخصوص انت زايد رطبيه من الطريقه ديال الهضره ديالك تسمى ايه علاش هاد الوقفه ديالك تعبر عن واش انت رطيطب ولا لا ماشي كاع طنجه واش يوقفوا بحال هاد الوقفه هادي بحال ديك الطياره بكاع خير رشيد لا خيرناك ما بين الشماليه ولا داخليه شنو غتخسر وعلاش شماليه ولا داخليه غنخسر داخليه علاش تخسر داخليه خير الاناقه الزين كلشي اما الطنجاويات ماشي شي حاجه اللي هي قمو اسمع مؤخرا عندك شي مشكل مع عائلة تقدر تقول لنا شنو واقع اللي فهمت واستنتجت من هذا المائد هو انه تيطيح بالصوره ديال الطنجاو حيت فحال هادو تكون معاشرين مع البنات فهمتي وتيكونوا قوي ويدين شنو سميت ويصال شحال في عمرك ويصال 18 هاد المره نسولك واحد السؤال اخر صافي سولني نسولك لا خيرك ما بين واحد مزيون ومقود عليه ولا واحد خايب وجهو بحال خا وعنده الفلوس هذا الرطيطب هذا اللي تيجبو بهاد المصطلحات وجهو بحال الخ قال وجهو بحال الخ وانت وجهك كي داير الراجل قام كيتعب خسروا علاش اللي وجهو خايب علاش تخسر لي خايب حيتاش كنشوف فيه محمد السادس حيتاش انت كتشوف فيه محمد السادس كاملين كتشوفوا في دراري محمد السادس الاخلاق خصو ضروري يكون عنده فلوس يكون عنده الاخلاق يكون كيما كان ما عنديش مشكل ولا كان ما عندوش طوموبيل وعنده فلوس ولا ضروري خصو يكون عنده طوموبيل ضروري يكون عنده فلوس ماشي يعني ملي يكون عنده فلوس يعني يقدر يشري طوموبيل لا ماشي ديك فلوس واش ديك فلوس ولا غير فلوس فلوس كان خصك بزاف فلوس ودابا انا ما عنديش فلوس ما ديرش معايا الحال لا والو ما قدرش علاش عافاك خلي اهرا في فيديو مسولتش واحد السؤال وكم تباتين قول لك اي بكم تباتين هذا اللي بس ما تيخرجوش بيه البنات القهاوي يا هاد البلديات وفي خيطاتك كاملين باينين انت ما عندك خوتك ما عندك باك ما عندك اش هذا تجي تكون اختي تحشي صح ولوشان هنا دابا غادي تدبر على راسها 100% الدراري ما فيهاش منازعات حيت بنت باش تخرج بحال هكا للشارع تدبر على راسها باش تعرض هذه البيضاعه ديالها ايوا اختي حنا الرجال تقدري تاثيرينا ولكن دوزي حيدي فهمتي ما تكونيش معانا شو سميتك؟ اسمي هاجر شحال في عمرك هاجر؟ 17 عام شنو كدير في حياتك؟ كنقرا وكنخدم فاش خدام؟ الاستيتيك بلان اوكي دابا غنسولك على الاوتفيت ديالك وتجاوبني اوكي؟ اوكي نبداو باول حاجه بهذه السلسله هذه منين خديتيها؟ هذه ديتهم شارع تقسيم في تركيا وهاد الحوالق هادو ديتهم هنايا من المول شحال يمكن شي 10 دولار وصباغات الشعر صباغات الشعر عدلتها في تركيا شحال يمكن شي 300 دولار مع الشعر هادي مشات لتركيا مشات لتركيا ولات تضرب بالاول دولار دولار صباغه مشات لامريكان غير تركيا هذيك أخص دولة والمشتاق على ضاق وما عندنا هذه ديال اختي كنت شريتها لا كادو ما عقلتش تما حيت كنت شريت بزاف لبست شي حاجه تحت منها لي سوتيان صافي سحب لي شي كسو اخر لي سوتيان وبالنسبه للسبردينا سبردينا جاتني كادو ديال نايك دوريجين وعامله 300 دولار وديك بياس اللي عامله في رجلك ديال فوت فيتش الخلخل هذاك الخلخل ب 10 دراهم بيرسينغ هذا بيرسينغ هذا عدلته عند واحد كيبيع هذا الشيء في مدينه شطر معاكز بلان يلا بسلامه هاجر سمعيني اختي اول حاجه الخلخال مشيت تلبس مع السبرديله الا لبستي الخلخال مع السبرديله تسمى هي طوكيه هي طك ما يطك ثاني حاجه وعلى بلان هي هرمش اللي بس اللي لابس سميتو هرمش شنو يعني هرمش هو تهيطيك فهمتي كاين هادي لا شوميز دو لوين انت هي اللي لابسه هذا باي سلام
اش كيسلم عليها اللي تسليمه الشكح جوج دابا هي دابا موجود شماليين ياك ولكن هي حرشه شويه عليه شحال في عمرك هذا 17 عام شنو كدير حياتك كنقرا وكنخدم الاستيتيك كيفاش اخي هذه كامله عندها 17 عام ودي مرضى بقى راه حالوب شنو سميتك حفصه شحال في عمرك حفصه 19 خويا سات خيسي كتشبان برنسيسه مسخرنيش بشي وحده اخرى حيت انا اصلا احسن منها يعني اصلا ملي كيقول لي برنسيسه برنس ما عرفتش شنو كيقارنوا راسهم ليا انا ولكن كتبان برنسيسه حتى هي حتى هي شوف هذه اخوتي هذه ثاني اجمل بنت في طنجه انا احسن منها عافاك انا احسن منها علينا سمعان لا خيروك ما بين واحد مزيون وما عندوش شي فلوس حازق ولا واحد خايب وجهه خايب بحالي وعنده فلوس صراحه سير واحد خايب ما عنده شي فلوس حيت الحب ما يمكننيش هذه حاجه باينه فاضي كلشي وفال كلشي بحال اش كلشي كلشي الطوموبيل ديالي كلشي كلشي ابطال ديالك حتى هو شنو الابطال ابطال العصا ضروري من العصا الدراري والبدراري والبنات انا عارفكم ما كرهتوش كون كان اوديو في التعاليق وحق الله تحس بكم الحمد لله ما تنشوفش بحال هكا في مدينه سلاس بحال هاد البنات بحال هاد النوع واش طنجاويات سؤال ليكم واش كاملين تلبسوا بحال هكا الا قلتوا كاملين تلبسوا بحال هكا ما تعرفوش تلبسوا راه هادشي هرمش فهمتي هادشي هذا هرمش هايطك دابا انا تخيلوا معايا الدراري اللي كلاس هما يفهمون تخيل معايا داير مع شي بنت فهمتي وجات عندك بحال هكا شنو غيكون الاحساس ديالك وانت شايف بحال هكا تلاقيتي لعبي لك شي بوكس وفي ما كانتش عاوزه كتسمينا برينسيسه حنا ما تعرفوش برينسيسه شحال زقين شي ضربك تبرديله وغوب سواري وبومبا وتجاكيطا لا ديغنيتي لا ديغنيتي سا ترو شانجي فريرو اسمحوا لي نسقسيكم واحد دقيقه دين هانيه دوز 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 سينايدا نسقسيكم اليوم واش كتامنوا بالصداقه ما بين البنت والدري نبدا بك نسين لا علاش ما كاينش صداقه ما بين العائل وعائله حيت شحال يقدر يطمع فيها في اي لحظه يقدر يطمع ما يمكنش راه ما يمكنش صديق العائله والعائله راه ما كايناش ما كاين ولا كانت العائله خايبه مال خايبه ما نساش ما لعوش فيها يلا النوبه ديالك سير حتى انا كنقول ممكن شي سير يلا حتى انا كنقول ما يمكنش علاش انت ما عندك حتى شي صديق في حياتك عندي بزاف ولكن ما يمكنش زعما تخرج معاه ما مستحيل هادي القضيه فيها ان في جميع الاحوال يلا بسلامة goodbye دابا انت ما تتهمش تفض خذ هي النمره تجي خد غير النمره قضي دير شي بلان دابا البلاد مشات معاك ومعاه بغيت اسمح لي نسولك واش نقدر نسولك دور دور شوف شوف شي كل الدار بلاكس طاشو عينو كيفاش دايرين تجي مدغمسكه واش كاين شي صانع محتوى تجي كل ليكستا ليكستا شكون تجي ياكلها غير البنات تجي تحللو تجي تحللو في الماء نسولك شنو ما كيعجبكش في الدراري فاش كنكون باغا نمشي للطواليت وكيوقفني كنقول له شنو كيعجبك في الدراري هتهبط لي عليك تهبط ديبريسا هي لصقت عرفتي علاش ما هضرتش معاك على ود اللهجة فهمتي حيت الشماليات ما عزيزتش عليهم الدراري اللي تيجيو بالشمالية هذا راه اعتراف من الشماليات وانا تشمش نهائي بنت بحال هكا اقسم بالله تنعتزل في هذا الفيديو غادي نقول لهم الدراري غادي نعتزل هذا الشيء هذا بسلامة شو سميتك؟ صفاء شحال في عمرك صفاء؟ ودي فنة واش غين عندها؟ ودي فنة شنو كدير في حياتك صفاء؟ عامله دغوا فرونسي في لافاك وكنقرا في واحد ليكول بريفي جيستيون اوتيليير وكنعمل لي كورن العواول في العام كامل وخدامه موديل اباريت بغيت نسولك صفاء على التصايب ديالك في الدراري وتجاوبني المهم من الاخر باد بوي بيصلي بغات باد بوي بيصلي هادي المتتبع هادوك زاي زاي يعني عنده جوج لعيبات ما كاينش شي حجاب بحال هكا يا اما غطى شعرك يا اما حيدي هذاك الشيء النص هنا ودير تشويكه ما كاينش هذاك الحجاب ما تعرفوش به باد بوي فاش شنو هو الدراري باد بوي زعما مع هادي ومع هادي طاطط وتيتصرف معاه خايب يقدر يضرب بعض وشي حماقو على الضرب صلخ احكام صلخ من الاخر باد بوي بيصلي ويكون شي يكون كيامن بيا يكون كيضحكني يكون طويل عليا شويه ملامح ديالو كحل ويكون طنجاوي حيت عندي واحد حب انتي بزاف صلاه يركويلس طنجاوي حربي ملقى وصافي هادشي اللي كاين صافي شكرا على المشاركه ديال سلام هادي باغا تزوج بلا العقاد اختي قلتي واحد النوطه كون كيامن بيا
عارف اش تعني الايمان؟ الناس امنوا بالله والرجال بالرجال والرجال بالله. وشي اللي عندك تاكل ما عندك ما تاكل والله الا كليتي. انت فنا ودابا وزبلتيها كون بقيتي ساكته. شنو سميتك؟ كوثر. شحال في عمرك كوثر؟ 37. شنو كدير في حياتك كوثر؟ جيروند واحد القهوه. ماشي جيروند قهوه، جيروند بار. قولي ودابا كاين شي جيروند تخدم بحال هكا عاوتاني؟ شادشي ما عندوش فلوس ولا واحد خايب وملعق، شنو غتخسر؟ اختار خايب وملعق. علاش تخسر خايب وملعق ووجههم لا تقدر تجلس معاه وتدوز معاه وقت هو خايب كيدير تحس معاه بشي حاجه زوينه؟ نشوف فيه محمد السادس يعجبني. تشوف فيه فلوس هادو مالهم هادو تيدويو على الفلوس اصدقاء؟ واش هادو مالهم؟ واش ما شافوش مرات كونور ماكغريغور بادية معاه من الصفر راهو دابا ولا مليونير وقال الرسول صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات دين وعقل. هاي وبصح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. درت واحد الخطا وقيله. شنو كدير في حياتك كوثر؟ جيروند واحد القهوه. جيروند تتقال الولد وجيروند تتقال البنت. كيخدموك انت يا دابا انت مثلا فرنسي جيت عندك ما تتفرق حتى ما بين جيرون جيروند، ما عارف راسك حتى شنو المهنه ديالك، وانا جاي فرنسي نجي ندوي معاك، كيفاش غادي نتواصلوا انا وياك؟ يا فرحه ما تمت، يا كسوه ما تبدلت سبعه ايام. وبالنسبه للشكل وصفوا لي كيفاش بغيتي العائله يكون؟ الشكل ما كيهمنيش الشكل، كيهموني الاخلاق. ويلا كيهمك الاخلاق؟ ويلا كان مثلا قصار عليك بحال مثلا كيوصل لك لهنايا بحال هيدا تقدر تكون معاه؟ عادي عنده الاخلاق. يعني اهم حاجه هي الاخلاق. كلشي هما الاخلاق. الاخلاق هي اهم حاجه في العلاقه. انا بيدي الاخلاق، الا مرت شكون غيوزني الاخلاق؟ الاخلاق وما لا يوز. شكرا بزاف على المشاركة ديالك لحظتك. السلام. بينكم النسويات تتقولوا حنايا ما مسوقينش الفلوس، راجل ما يخدمش علينا، حنا نمشيو نخدموا. دابا انت خدامه نورمالمون ما كانش عليك تجاوبي بهذا الجواب، انت زويونه في صوت الله، ولكن عقلك فينا هو؟ خليتيه في مالي 37 عام، دابا تلقاها مدوزه طونو حرور في الدراري، فهمتي طالعين لها الدراري فراسها والجمال فراسها، فهمتي التيران كبير. كاينين شي بنات تيطلبوا من الله يا ولد الناس يكون خدام خدمه اللي يقدر يقرا بها ولادو وما يخليهمش يطلبوا، شي واحد من غيره اما الزينه الحمايمصي، لابسه الحمايمصي دابا، اما الزينه الحمايمصي راه كيطير، فهمتي يكون ظريف ومحترمك، هذيك هي الدنيا، حيت شحال من خايب عقله زوين وشحال من زوينه. دليل شحال من زوينه عقلها خارق. وهذا هو شي اللي كاين اصدقاء، فهمتي؟ يا ربي يا ربي يا ربي هاد البنات هادو، هاد النوع البنات ماشي كاملين بطبيعه الحال، حتى اما ينقصوا ويديروا لهم شي كارت ميموار يعمروها بشويه الذكاء الاصطناعي خشيوها لهم في الراس، حيت هاد الشيء راه ما بقاش يعجب والله، ما بقى يعجب هاد الدراري والله، كلشي غادي بنفس العقليه، كلشي غادي بنفس السيستيم، كلشي غادي بنفس الستيل، ما من هنا.